السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وعزيزتي المشاهدات في هذا فيديو جديد اللي كنتمنى من خلاله بطبيعة الحال أنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى خير. فدائما كيف ولفنا وكيف العادة كنبداو الفيديوهات ديالنا بصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأول حاجة قبل ما نبدا البريزونطاسيون ديال هذه العروض هذه، فتنبغي بزاف نشكر الناس اللي فوق ما كيدخل شي حد كيسال على شي حاجه فكيدخلوا كيجاوبوه، وايضا كيشاركوا التجارب ديالهم سواء كانت سلبيه ولا ايجابيه على المنتوجات. فهاد البادره هذه كنبغي نشكركم بزاف عليها، وايضا كنبغي نشكركم على التعاليق والتشجيعات ديالكم لينا اللي كتخليو لنا دائما. فبهاد التشجيعات حنا كنحاولوا ان شاء الله دائما نقدموا الجديد ونبقاو عند الحسن الظن ديالكم فينا. فبالنسبه للعروض ان شاء الله اللي كاينه اليوم، فغادي يكون واحد العروض اللي هي وطنيه باديه ابتداء من بعد غدا ديال الثلاث ان شاء الله 8 في الشهر. فنبداو على بركه الله نشوفوا اشنو كاين فيها. فاول حاجه كاين معنا واحد كريم للحمايه من الشيخوخه، اكرون سوا اونتياج فيه الاف بي اس 50 او الاس بي اف، كل واحد كيفاش نتي بغي يسمي، هذا ديال نيفيا. فبالنسبه لهذا كيجيب واحد الثمن ديال 80 درهم، يعني 1600 ريال. بالنسبه لهذا راه كيمشي مع لابول اللي هي نورمال، وايضا حتى اللي هي ناشفه سيش، هادشي اللي كاتبين عليه. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد السائل ديال سائل منظف ديال الملابس ديال لي ماشين اوتوماتيك، اللي هو الماركه ديالو معروفه ديال اومو. فبالنسبة لهاد القرعة فيها جوج ايترونس ديال هاد السائل هذا، وهاد الكمية هذيك كتعادل تقريبا 5 كيلو ديال المسحوق، يعني إلا خديتو هذا بحال خديتو 5 كيلو ديال المسحوق. فبالنسبة لهذا الثمن ديالو جاب واحد الثمن ديال 88 درهم، اللي هي 1760 ريال. فكيف قلنا فيه جوج ايترونس. ومن بعد بطبيعة الحال غادي نبقاو أيضا مع المنطفات، فكاين معنا مسحوق ديال الغسالة غادي نشوفوه في الآخر. فهنا كاين معنا أيضا حتى المناديل اللي هي رطبة، هاد لي لانجيت دو تواليت اللي هما ديال إلترا كومباكت، هاد لا ماركة اللي راه زوينة. فبالنسبة لهاد العلبة هادي أولا هاد ساشي فيها 42 بياسة، كتجيب واحد الثمن ديال 13 درهم، اللي هي 260. وكاين معنا أيضا حتى واحد الرولو ديال المناشف ورقية. بالنسبه لهذا الرولو هذا راه كبير، فكيف كتشوفونا في الصوره فرولو واحد كيعادل 10 ديال الرولوات، فهذا كيقول الحجم ديالو كبير. بالاضافه لهذا الشيء ففيه جوج ديال الطبقات مضوبل على جوج، فالثمن ديال هذا جاب 19 درهم، يعني 380 او 400 درهم، فتيبقى ثمن اقتصادي بالنسبه ليه. من بعد ايضا كاين معنا حتى واحد ليكوش، هاد ليكوش اللي خاصين بالناس لي زاديلت او الناس كبار. فبالنسبه لهاد ليكوش هادو فكتجي في هاد العلبه هادي كتجي فيها 12 بياسه، كتجيب واحد الثمن ديال 55 درهم، اللي هي 1200 ريال او 1100 ريال عفوا. فبحال كتقام عليكم تقريبا الوحده بشي 4 ديال الدراهم، فهادو شي يكونوا غاليين. وكاين ايضا حتى لي كوش ديال الوليدات الصغار اللي هما خاصين بالسباحه، فهادو كاينين اللي طايف فيهم الخمسه والسته. وبالنسبه لهاد العلب هادو كيكون فيهم غير 11 بياسه وكيكونوا كيجيب واحد الثمن ديال 42 درهم، فهادو كيجيو شويه غاليين. كيف قلنا هادو خاصين بالسباحه، 42 درهم بالريال هي 840 ريال. وكاين معنا ايضا حتى واحد الباك ديال ماجيكس. فبالنسبه لهذا الباك هذا ديال التنظيف لا مارك كيف قلنا ماجيكس، فيها جوج جيترو ديال جافيل، ماء ديال جافيل. وكاين معنا ايضا حتى ايترو لاروب او 750 مللتر ديال سائل منظف ديال الاواني. فبالنسبه لهذه المجموعه هذه جات بواحد الثمن ديال 23 درهم، اللي هي 460 ريال. وكاين معنا ايضا حتى واحد الباك اللي فيه مجموعه ديال المنطفات ديال نالدو، فهادو هما اللي غنشوفو دابا في الصوره. فكاين معنا واحد اللي فيه القرعه ديالو فيها واحد الرشاشه، فهذا كيكون هو ديغريسون، يعني مزيل ديال الدهون، تقدر تغسلو به مثلا بحال الاواني اللي كيكونوا فيهم الدهون، سيرتو غير البلايص اللي تيكونوا على برا
بحال المقله مثلا اللي كتقليو بها، اولا بحال البوطات يعني بحال البلاك كويسون حتى هما كتنضفوهم بهم كيحيد لكم هذوك الضوء اللي كيكون فيهم. وكاين ايضا حتى المنظف ديال الزليج اولا لي سال دو بان ديال الحمامات. فبالنسبه لهم هادو فكيجيو بواحد الثمن ديال 18 درهم اللي هي 360، تيبقى ثمن جد مناسب. فكيف قلت لكم بالنسبه للديغريسون فيه اترو لارو، بالنسبه للديكابون فيه اترو وربع. وهنا كاين معنا ايضا حتى واحد الباك اللي فيه واحد الفيلم اليمونتير، وكاين ايضا حتى فيلم ديال الالومنيوم يعني ورق ديال الالومنيوم وورق اللي هو او البلاستيك اللي هو غذائي. فبالنسبه للبلاستيك الغذائي راه فيه 10 مترو، وبالنسبه الالومنيوم الورق ديال الالومنيوم راه فيه 20 مترو. فهادو بجوج بهم تيجيو بواحد الثمن ديال 27 درهم اللي هي 540. وبالنسبه للمسحوق ديال الغساله باش نرجعوا نشوفوه اللي هو ديال لا مارك ديال بيل اللي معروفه عند المحلات ديال بيم، فهذا حتى هو تيكون زوين. وبالنسبه لهذا كانوا الناس كيشكروه بزاف قبل ما يبان الاي بي سي، وباقي الناس حاليا كيسالوا عليه. فبالنسبه لهذا كتجيكم واحد الخنشه اللي فيها 12 كيلو، والثمن ديالها تجي تقريبا 145 درهم. فلا جينا نحسبوها غتجيكم تقريبا الكيلو كيدير شي 12 درهم، فتيبقى ثمن اقتصادي بزاف. ف 12 درهم تقريبا الكيلو بالنسبه لهذا المسحوق هذا. وكيف قلت لكم راه بزاف ديال الناس كانوا كيشكروا، وتنتمنى ايضا الناس اللي جربوه يعطيونا الراي ديالهم فيه. وهنا كاين معنا ايضا حويجات اخرين، فكاين معنا مثلا كاوكاو اللي هو بنكهه حاره، فهذا كيجي بخمسه ديال الدراهم فيه 80 غرام في هذه الساشيه. وكاين معنا ايضا حتى الذره اللي هي مقرمشه، فهذه كتجي بخمسه ديال الدراهم ايضا، ولكن هذه فيها غير 70 غرام. من بعد ايضا كاين معنا حتى واحد بريباراسيون فرماجي ولا تحضيره جبنيه للدهن بالنسبه لهذه ديال كامبو فيردي، فبزاف ديال الناس ولاو كياخذوها ولا كيلقاوها ايضا حتى الناس اللي كيبيعوا ساندويشات اولا الناس اللي كيبيعوا مثلا مسمن والحرشه. فهنايا كتجيكم 48 قطعه ب 33 درهم اللي هي 660 ريال، يعني 48 وحده. وكاين معنا ايضا حتى هذا الباك اللي فيه مرتديله زائد سلامي، فهادو بجوج بهم كيجيو بواحد الثمن ديال 22 درهم. بالنسبه للمرتديله فراه كتجيب من السما بالاعشاب، ففيها 350 غرام، وسلامي فيه 380 غرام. فكيف قلنا بجوج بهم كيجيكم بواحد الثمن ديال 22 درهم اللي هي 440. وكاين معنا ايضا ساشيات ديال الشيبس ديال دوريتوس، فهادو كيجيو بخمسه ديال الدراهم 100 ريال، فيها 44 غرام. وكاين ايضا حتى شيبس فوتبول اللي هي ديال شيتوس اولا كرات ديال الدوره اللي هما منفوخين، فهادو تيجيو بواحد الثمن ديال 4 ديال الدراهم فيها 32 غرام. وكاين معنا ايضا حتى الكيك ديال فلوفي ديال بي، فهذه كتجيكم خمسه ديال لي كيك كيجيكم ب 9 ديال الدراهم عوض 10 ديال الدراهم مثلا الا خديتهم في الديتاي. وكاين ايضا معنا حتى واحد الفرماج ديال الساندويش 24 قطعه تجيكم ب 20 درهم 400 ريال. وكاين ايضا حتى واحد المنتوجات اللي فيهم تخفيضات دجاج شفناهم في الفيديو اللي كان فات ديال 3 اللي فات، فما فيها باس نعاودو نشوفوهم دابا. فكاين هاد لي زوفر هادو راهم فالابل يعني متوفرين من الاول ديال الشهر، وغادي يستمروا حتى تقريبا الوسط ديال الشهر. فكاين معنا اتي ديال التحميس 200 غرام نقصات فيه تقريبا درهم ولا كيدير 19 درهم. وكاين معنا ايضا حتى الزبده ديال البدويه 200 غرام نقصات فيها تقريبا 5 ديال الدراهم ونص، فمن 28 درهم ونص غادي تلقاوها غير ب 23 درهم، يعني من 570 ريال غادي تلقاوها ب 460. وكاين معنا ايضا واحد الماء معدني طبيعي ديال سيدي علي، فهاد القرعه ديال جوج ايترو تقريبا كتكدير 6 ديال الدراهم غتلقاو غير ب 5 ديال الدراهم نقصات فيها درهم. كاين معنا ايضا حتى بواد المشوار اللي فيها 275 بياسه، هادي من 10 ديال الدراهم غتلقاوها اولا من 11 عفوا غتلقاوها ب 10 غادي تنقصات فيها درهم. بيسكوي ايضا بالشوكولا فيها هذا من 20 درهم غادي تلقاو غير ب 17 درهم تنقصات فيه 3 ديال الدراهم. وكاين معنا ايضا الباطون ديال كلاص ديال تشيطون، هادو من 11 درهم اولا من 12 درهم غادي تلقاهم ب 11 درهم.
فهاد العروض والعروض اللي شفنا من قبل غادي تكتشفوها ان شاء الله عند محلات ديال بيم، جميع المحلات يعني اي محل ديال بيم قريب لكم غادي تلقاو فيه هاد العروض ابتداء من هاد 3 هاد 8 في الشهر. وهاد العروض هذه كيف قلت لكم من قبل راه كتستمر لمده اطول، ماشي بحال العروض ديال نهار الجمعه. فتنتمنى هاد الفيديو هاد الشرح ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاكم بطبيعه الحال في فيديو جاي، ونلقاكم كاملين بالف صحه وعافيه. الى ذلك الحين كنبغي نقول لكم دائما تبارك الله عليكم.